هكذا التواصل مستمر أيها الحفل الكريم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة، وأعلنت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للبكار اللي قايم مسافتنا 4 كيلومترات. أسماء قوية وأسماء حاضرة للمنافسة، وشعارات كبيرة وزاهية وملونة تزين لنا أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي بالتحديد. دورة البصير حاضرة بالتحدي كبير، وانطلاقة أيضا واندفاع إلى الأمام، وهنالك رأس مال كبيرة 12 بكرة تشارك من أجل الفوز والتجهيز للموسم الغادم. الشوط الأول الرئيسي يحمل اندفاع المقدمة والصدارة. ما شاء الله مزور وابو ادريس ابو الشيبة، ما شاء الله ابو ادريس الشيبة من يقدم مزور بتحدي واندفاع المركز الثاني. وصلت ما شاء الله مزاحمة، ومحمد بن سالم بن دوحة، يلا يا بن دوحة مزاحمة بالتحدي، مزاحمة الى الناموس المركز الثالث ما شاء الله. وصلت ايضا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اللي وصلت ما شاء الله يسكم هنالك محمد بن تميم الهاجري يسكم، وصلت ايضا بن تميم الهاجري من يقدم اسم كبير، ولكن المركز الثالث وصلت الظبي الظبي وراشد بن حمد بن قعيس من يقدم الظبي دخول على المركز الرابع ما شاء الله وتبارك الرحمن. مياسه وعبد الله بن سمحان الغالي ما شاء الله، بن سحمان الغالي ما شاء الله، مياسه وعبد الله بن سحمان الغالي، والمركز الرابع وصلت على المركز الرابع ما شاء الله. شهرة وناصر بن علي البدن من يقدم لنا شهرة بتحدي واندفاع ما شاء الله. الشوط الأول الرئيسي شوط يحمل انطلاقة المركز الأول ما زالت مزون، وأيضا أبو دريس الشيبة من يقدم مزون بتحدي واندفاع كبيرة، هو تحدي كبير في هذا التحدي والانطلاقة ما شاء الله مزون، وهنالك الترقب مزون راعية الإنجازات في رصيدها أيضا عدة سابقات. ركز يا المتركز، وهنالك في هذا الميدان سابقة في نفسي. الشوط الأول الرئيسي مزون أبو دريس الشيبة، ولكن الغادم الشعار المميز الشعار يحمل ايضا اندفاعه ويحمل ما شاء الله الجذاب الجذوب ما شاء الله سالم بن دخيل الله المري، هذا الشعار ايضا يخوفنا بهذا التحدي يا بن دخيل الله اسم كبير، هو شعار مميز ما شاء الله. المركز الثالث وصلت شهره وناصر بن علي البدن، الخوف ايضا من البدن، ولكن المركز الرابع وصلت ما شاء الله الظبي وراشد بن حمد بن قعيس ما شاء الله المري، ايضا شعار لا يستهان به، وله ايضا انجازات وله ايضا ثورات. المركز الخامس وهنالك، ولكن وين نحن؟ الكيلو ونصف الكيلو ما شاء الله، الكيلو ونصف الكيلو بتحدي كبير واندفاع ما شاء الله مزود يا ابو شبه يا ابو دريس يا ابو دريس ركز، ولكن الله من دخيل الله يغادر مع الكيلو، نحن وين اخربنا من اللائحه، ولكن بن قعيس غادم بتحدي واندفاع ما شاء الله، شعار يحمل ايضا يحمل لنا تحديات كبيره ما شاء الله. والبدن غادي مع شهره ناصر بن علي البدن، والكيلو
كيلو وكيلو النخيل، كيلو التحدي، كيلو ما بعده، كيلو يا ابو ادريس يا ابو ادريس، الكيلو مع ميزون، ميزون مع الكيلومتر الاخير، ابو ابو ادريس الشيبه، ابو ادريس ما شاء الله، ابو ادريس الشيبه يقاتل ولكن الخوف ممن دخيل الله هنالك بركز، والخطه دائما مع المدمرين والفكره الكبيره، وهنا ما في رحمه يا ابو ادريس في الركض، ما في رحمه، نقول عيدك مبارك ولكن من العايدين والفايزين، والركض هنا لا يستحمل اي هنالك تعاطف في الركض، ولكن الشيبه ابو ادريس غادر بالتحدي ما شاء الله، مزون ابو ادريس الشيبه ما شاء الله غادر، ولكن من دخيل الله ومن قعيس قادمين 600 متر 600 متر الأخيرة والتحدي مزون، ولكن بن دخيل الله ما شاء الله، دخيلك يا بن دخيل الله، روح روح بالتحدي، روح بالناموس، روح بالناموس بتحدي ما شاء الله، استجاب للندى للندى ما شاء الله، الجذابة وسالم بن دخيل الله البر، أوه مزون مزون وشيبة بدريس بدريس، أسعد الله صباحك يا بدريس صباح فل، ولكن من دخيل الله قادم بتحدي كبير واندفاع، روحت روحت راعي الشوط روحت ما شاء الله، وتبارك الرحمن علم جمهورية السودان يرفرف على ظهر مزون ما شاء الله، الشيبة بودريس في رصيدها عند سبقات ما شاء الله، ناموس الناموس يا بودريس روحت مزون، المركز الثاني الجذابة ما قصر سالم من دخيل الله، المرين المركز الثالث كان ايضا وصول من الظبي وراشد بن حمد بن قعيس، التوقيت الزمني ساعات وصول مزون ما شاء الله، قطعت مسافة 4 كيلومترات في زمن قدر 6 دقائق 29 42، سلام يا ابو ادريس سلام تعانينا، والناموس سلام الى هالي كسله هنالك يا ابو ادريس سلام تهانينا، والناموس الشوط الاول